تخيلوا النهارده عيد ميلاد كولر، عيد ميلاد جرحي انا. مش عيد ميلاده، الناس بتحتفل على السوشيال ميديا بمرور سنتين زي النهارده. يعني قال لك زي النهارده في مثل هذا اليوم كان كولر، مارسيل كولر، يوقع او على عقده مع النادي الاهلي ووصل القاهره عشان يتسلم تدريب فريق النادي الاهلي. زي النهارده مارسيل كولر وصل عشان يتولى تدريب النادي الاهلي. ادي كولر اهو. فلما كولر بقى حاصد الالقاب ده، هذا الرجل السويسري الذكي صاحب الشخصيه الجذابه، صاحب الشخصية القوية، صاحب الشخصية العادلة الحقيقة، يعني لما جه مارسيل كولر في أصعب وقت للأهلي في السنين الأخيرة، خد بالك كولر جاي والأهلي إيه؟ موسيماني سايبه خلصان، موسيماني مشي وساب النادي، النادي الأهلي جري حط الكابتن سامي قمصان جا كام ماتش، وبعدين جاب سواريش البرتغالي باظت اكتر. جه القرار اللي عمله كابتن خطيب لما اتهاجم جدا اداره الاهلي، لازم تغير الفرقه كلها، لازم تشتري لعيبه. كابتن خطيب قال لي مش هشت... قال يعني مش هشتري حد، هشتري في اضيق الحدود لان انا عندي احسن لعيبه في مصر. طب ازاي ده الفرقه دي متدغدغه في الموسم ده؟ كسب الزمالك الدوري وكسب الزمالك الكاس، والاهلي ختم ثالث الدوري، وبيراميدز كان الثاني. لكن القرار التاريخي اللي اتاخد بإراحة بقى كل ياسر ابراهيم وحسين الشحات ومحمد الشناوي ومحمد هاني وكل نجوم النادي الاهلي، اتاخد قرار بانها تريح تماما، ما تشوفش الملعب لمده شهر ونص ولا شهر. وجيك كولر بتاريخ 9 سبتمبر وتسلم النادي الاهلي. حلو اهو، بصوا كولر لسه واصل، وده توقيع مع المهندس خالد مرتجي، وصوله للمطار، تحركه، بيركب الطياره عشان يجي على القاهره، وادي الطياره اهو، اتحدد الطياره السويسريه، الطيران السويسري على فكره، وصل الورد، الجمهور مستنيه. طبعا الاهلي شاطر في القصه دي جدا، لان الاهلي المدرب جاي هو جاي عارف وقاري كويس جدا وعارف تاريخ الاهلي، بس هو بيصاب بصدمه ضخمه جدا لما بيشوف جماهيريه الاهلي اول ما يوصل. دخل النادي بعربيته، الناس كلها مستنياه اهو، كان وقتها بيقولوا ركبته تعبانه، فقام عامل حركه كده وهو ماشي كده بركبته عشان يبان ان ركبته ما فيهاش مشكله خالص، ده كان بيتقال وقتها اهو. دي لحظه وصوله لاول مره النادي الاهلي، هو اليوم ده جه من المطار على فكره على النادي، ده مع امير توفيق اهو زي ما احنا شايفين، هبتدي يخش يتفقد بقى اوضه اللبس ويتفقد المكان والنادي والملعب. بص بص الحركه اللي هيعملها، بص شاف هيعملها هنا ولا هيعملها وهو راجع من اوضه اللبس، بيسلم على الناس الموظفين والفنيين. ده لحظه وصول مارسيل كولر يوم 9/9، اللي خل ده الراجل ده السهتان ده اللي قدامكم ده اهو، اللي تحس عليه كده بيبي فيس كده وطيوب، ده اللي نايم افريقيا كلها من الظهر، مش من المغرب، من الظهر، بقاله سنتين كل افريقيا بلا استثناء من ايامهم من الظهر اهو، داخل مكتب المهندس خالد مرتجي طبعا، داخل مكتبه اهو كولر. في هذه اللحظة محدش توقع ان هذا الرجل جه عشان يسيطر على افريقيا كلها في زمن قياسي. على فكرة كولر بعد شهر واحد كان كسبان كاس السوبر المصري، شهر واحد بس كسبه من الزمالك في الامارات لو تفتكروا، 2-0 المباراة دي انا فاكرها عشان كنت هناك شفتها هناك في الامارات يعني. ثم توالت بطولات كولر بعد كده، شارك في كاس العالم للاندية وخد برونز، كسب كاس مصر، كسب دوري ابطال افريقيا، كسب كاس السوبر المصري، وكسب الدوري المصري، وتاني سنه نفس الكلام، بس بدا بخسر السوبر الافريقي وخسر الدوري السوبر الافريقي،
بعد كده كسب كاس مصر وكسب دوري ابطال افريقيا وكسب السوبر المصري وكسب الدوري المصري تقريبا خد 9 بطولات في السنتين، خسر بطولتين السوبر الافريقي قدام الفريق الجزائري اتحاد العاصمه، وخسر اللي هي بطوله دوري السوبر الافريقي او كاس السوبر دوري السوبر اللي كسبه سان داونز، لعب 11 بطوله كسب 9، يعني درجه نجاحه تفوق 90%. ثم في هذه اللحظه الناس قالت لك ده ايه المدرب اللي جاي ده الصغنن ده اهو، والناس بتحاول تتصور معاه وبتحاول تصوره وترصد الراجل ده اسمه ايه الطلياني اللي معاه ده مش كده؟ ابص الحركه اللي عملها بركبته، هي دي الحركه اللي انا اقصدها لما عملها، عشان كان وقتها بيشاع انه عمل عمليه كبيره في ركبته وما بيقدرش يجري في التمرين ولا بيقدر يتمرن ولا بيقدر يعمل، فعمل لهم الحركه دي. مارسيل كولر بعد سنتين، تعالوا نشوف على السوشيال ميديا النهارده، ناخد نماذج كده كيف احتفل به جمهور النادي الاهلي. وريني كده يا كابتن. يحيى خالد بيقول سنتين على التعاقد مع مارسيل كولر او جدو كولر، دوري المصري 2، دوري ابطال افريقيا 2، كاس مصر 2، السوبر المصري 3، 9 بطولات فعلا. اهلي كوره مارسيل كولر وسامي قمصاني ده دي حاجه على اللايحه يا ابني، ملهاش علاقه بكولر غيره. كاس السوبر الافريقي دي موكا بتقول كاس السوبر الافريقي هي البطوله الوحيده التي فشل مارسيل كولر في تحقيقها حتى الان. لا عايز اقول لها السوبر الافريقي ودوري السوبر الافريقي الاثنين يا موكا، مش واحده، هي بطولتين خسرهم كولر من 11 غيره. تامر عيد بيقول 9 سبتمبر 22 الاهلي يتعاقد مع المدير الفني مارسيل كولر، 9 سبتمبر 24 الاهلي تحت قيادته بعد مرور سنتين من التعاقد 117 مباراه كسب 85 انتصار اتعادل 22 تعادل خسر فقط 10 مباريات، نسبه الخساره عنده على فكره 7% تقريبا. في الفريق احرز معاه 222 هدف، عنده 68 مباراه كلين شيت من 117، حقق 9 بطولات بجانب برونزيتين لكاس العالم غيره. نهال احمد بتقول 9 سبتمبر كولر قاعد متوج على كرسي اهو فخم وشيك وعظيم ومعاه النسر، 9 سبتمبر 22 الاهلي يتعاقد مع المدير الفني مارسيل كولر، 9 سبتمبر 24 المدرب السويسري مع الاهلي بيمتلك 9 ألقاب مع المارد الاحمر. بروفيسور مهندس مصطفى، مارسيل كولر هو ملك افريقيا، قال لك النهارده من زي النهارده من سنتين دملوك الثالثه نيوز بيقول الاهلي يتعاقد مع المارشال مارسيل كولر. دي صفحه الاهلي الرسميه، بدا عصر مارسيل كولر مثل هذا اليوم سنه 2022، لقد كانت رحله مع الرئيس. يا جماعه قولوا لي كده انا مش شايف كويس، هل كانت رحله مع الرئيس؟ ده على فكره هو اللي كاتب، هو كاتب رحله مع الرئيس، خد بالك هو الرحله مع الرئيس دي يقصد بيها النادي الاهلي. ده طبعا الاكونت بتاع مارسيل كولر اللي نقلوا عنه صفحه رسميه للنادي الاهلي.